السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على سلسلة التمارين رقم 2 الخاصة بدرس القدرة الكهربائية. دي مازال ما شافش الدرس غنخلي لكم الرابط في أسفل ديال الفيديو هذا، وكذلك مع التصحيح ديال مع الفيديو اللي كيتضمن التصحيح ديال السلسلة رقم 1. إذا لنبدأ على بركة الله. كما كنقول لكم دائما، حاول توقف هذا الفيديو، جاوب على التمرين، عاد من بعد طلع على الحل. إذا التمرين الأول يقول: تحمل الصفيحة الوصفية لمصباح الإشارات التالية. الصفيحة الوصفية هي ديك العلبة ديال المصباح، ديك الباكية اللي كيكون فيها المصباح المعلومات اللي مسجلة فيها. إذا الإشارات اللي مسجلة فيها هي 12 فولت ثم 1 واط. عند تركيبه في دار كهربائية يمر فيه تيار كهربائي شدته اي تساوي 0.09 امبير، ويكون التوتر بين مربطيه 13.1 فولت. السؤال الاول: ما مدلول الاشارتين المسجلتين على المصباح؟ المصباح الاشارات المسجله فيه هما هادو، مسجله فيه 12 فولت و1 واط. اذا شنو هو مدلول ديال هاد الاشارات؟ هاد 12 فولت شنو كتعني؟ ثم 1 واط كذلك شنو كنقصدوا بها؟ اذا كما شفتوا معنا في الدرس ان 12 فولت قلنا كيعني بانه التوتر الكهربائي الاسمي، التوتر الكهربائي الاسمي. اذا فيما يقول لك شنو كتعني المقادير المسجله على واحد الجهاز معين، اذا هذوك كنسميوها المميزات الاسميه. 1 واط، واط هو الوحده ديال القدره الكهربائيه، اذا 1 واط كتعني القدره الكهربائيه الاسميه، القدرة الكهربائية الإسمية. إذا هادو هما المميزات الإسمية للجهاز الكهربائي. السؤال الثاني يقول: احسب القدرة الكهربائية المستهلكة في المصباح الكهربائي أثناء اشتغاله. مطلوب منا نحسبوا القدرة. باش نحسبوا القدرة هنا كنشوف المعطيات، أعطونا إي وأعطونا يو اللي هو التوتر. إذا العلاقة اللي غنخدموا هنا هي نعلم أن العلاقة اللي شفنا في الدرس شنو هي؟ هي أن القدرة بي تساوي الجداء ديال التوتر في شدة التيار، بي تساوي يو في اي. علاش خدينا هذه العلاقة؟ حيت هادو هما اللي معطينا في المعطيات، عندنا اي وعندنا يو. ولدينا اذا باش نحسبوا هاد بي هادي شنو غيخصنا؟ غيخصنا التوتر اي، التوتر يو، التوتر اي في المعطيات ديال التمرين هو هذا. اذا ما تنساو دابا انتوما المعطيات اللي كاينه في الصفيحة الوصفية. دابا عندنا هنا ملي خدمناه التيار اللي كيمر فيه هو 0.09 امبير، والتوتر هو 13.1 فولت. اذا ولدينا التوتر هو 13.1 فولت، و اي اللي هي شدة التيار هي 0.09 امبير. اذا شنو غادي نديرو؟ تطبيق عددي. تطبيق عددي غنلقاو بان بي تساوي، غنعوضو يو بالقيمه ديالها هي 13.1 في شده التيار اللي هي 0.09. دونك الى حسبتوها 13.1 في 0.09 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 1.17. اذا غتلقاو 1.17 تقريبا، 1.17 واط. إذا هذا هو الجواب على السؤال. السؤال الثالث، السؤال الثالث يقول: قارن القدرة المستهلكة والقدرة الإسمية ثم استنتج. القدرة المستهلكة، القدرة اللي استهلكها المصباح شحال هي؟ هي 1.17 واط. القدرة الإسمية شحال هي؟ هي 1 واط. إذا كيفاش دايرة القدرة المستهلكة مع القدرة الإسمية؟ القدرة المستهلكة أكبر من القدرة الإسمية. إذا هنا نلاحظ أن القدرة المستهلكة، القدرة الكهربائية المستهلكة، القدرة الكهربائية المستهلكة، إذا مالها أكبر من القدرة الإسمية للمصباح بطبيعة الحال. إذا القدرة المستهلكة، القدرة الكهربائية المستهلكة أكبر من القدرة الإسمية للمصباح، بمعنى أن بي مالها أكبر من 1 واط. يعني ملي حسبناها هنا لقينا 1.17 كبر من 1 واط. شنو قال لك؟ قال لك استنتج. إذا شنو غادي نستنتجو هنا في هذه الحالة؟ إذا بما أن القدرة أكبر من القدرة الإسمية، شنو الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو هنا؟ هو آخر نشاط اللي شفنا في الدرس، قلنا بأن ملي كتكون القدرة أكبر من القدرة الإسمية، المصباح واش غيشتغل بشكل عادي؟ ما غاديش يشتغل بشكل عادي. إذا بما أن القدرة أكبر، إذا الإضاءة ديال المصباح واش غتكون مفرطة ولا عادية ولا ضعيفة؟ إذا بما أن القدرة المستهلكة أكبر من القدرة الإسمية، وبالتالي أن الإضاءة
الاضاءه غادي تكون مفرطه. باش تكون الاضاءه عاديه خص بي ملي يحسبوها نلقاوها كتساوي 1 واط، يعني قدره مستهلكه تكون كتساوي القدره الاسميه. الا كانت القدره المستهلكه اقل من القدره الاسميه غتكون الاضاءه ضعيفه. احنا هنا شنو عندنا؟ عندنا قدره مستهلكه اكثر من القدره الاسميه، اذا الاضاءه ديال المصباح غادي تكون غتكون مفرطه. وبالتالي نستنتج، وبالتالي نستنتج ان اضاءه، ان اضاءه المصباح ستكون مفرطه. مفرطه علاش؟ لان القدره المستهلكه اكبر من القدره الاسميه. كنتمنى الجواب يكون واضح. نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني يقول تحمل الصفيحة الوصفية لمكواة الإشارات التالية 220 فولت 5 أمبير. إذا عندنا واحد المكواة مصلح بالدارجة، المعلومات المسجلة فيها هي 220 فولت 5 أمبير. السؤال الأول يقول ماذا تمثل كل إشارة من الإشارتين المسجلتين على صفيحة المكواة؟ هذا النوع ديال الأسئلة دائما كتعطى سواء في الفروض ولا في الامتحانات، عليها كنعاودوا هنا بزاف باش تبقاو عاقلين عليه. إذا قال لك شنو كيمثلوا هذه الإشارات المسجلة على المكواة؟ أول حاجة خصني نعرف شنو هما الإشارات، شنو اللي مسجلة فيها؟ مسجلة فيها 220 فولت، إذا هنا 220 فولت. الاشاره الثانيه هي 5 امبير. ملي قال لك شنو كتمثل، شنو كدير باش تعرفها؟ كتشوف الفولت، الفولت الوحده ديال من؟ ديال التوتر. اذا كنجي هنا كنكتب التوتر، التوتر الكهربائي بطبيعه الحال. وشنو كنزيد ليه؟ كنزيد ليه الاسمي، التوتر الكهربائي الاسمي. اذا فيما يقول لك شنو كتعني اشاره مسجله على الجهاز، كيخصك تشير الاسمي. هنا الفولت التوتر وكنزيد لها الاسمي. امبير، امبير شنو الوحده ديال ماذا؟ الوحده ديال شده التيار. اذا غادي نكتب شده التيار. وشنو غنزيد ليها؟ الاسميه. اذا شده التيار الاسميه. علاش؟ لان الاشارات اللي كتكون مسجله على الجهاز هما اللي كنسميوهم حنا المميزات الاسميه. كنتمنى الجواب يكون واضح وما تبقاوش تغلطوا فيه نهائيا. السؤال الثاني، السؤال الاول يقول، اذا هذا السؤال الثاني كنعتذر على الترتيب ديال الاسئله. السؤال الثاني احسب القدره الكهربائيه المستهلكه من طرف المكواة اثناء اشتغالها. اذا عطاونا التوتر اي وعطاونا شده التيار اي، وطلبوا منا نحسبوا القدره، القدره هي بي. اذا العلاقه اللي غنخدموا نعلم ان بي تساوي U في E. علاش؟ حيت عندي التوتر وعندي شدة التيار. باش نحسبوا هاد بي غيخصنا التوتر. إذا ولدينا U تساوي التوتر هو 220 فولت، وشدة التيار E هي 5 أمبير، و E تساوي 5 أمبير. إذا تطبيق عددي، بي تساوي، تطبيق عددي، بي تساوي 220 فولت في 5 امبير. 220 الى حسبتها بآله حاسبه في 5 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 110. اذا غنلقاو بانها تساوي 110. اذا عفوا 1100، عفوا 1100 واط. اذا هذا هو الجواب على السؤال. هاد 1100 واط ممكن نحولوها للكيلو واط اللي كنا شفنا في الدرس. اذا نعاود الجواب هنا 1100، 1100 واط. فوالا، اذا هذا هو الجواب على السؤال. هاد 1100 واط ممكن حنا نحولوها الى الكيلووات. اذا ممكن نحولوها الكيلووات. باش نحولوها الكيلووات شنو ممكن نديروا في هذه الحاله؟ حنا شنو شفنا في الدرس؟ شفنا بان 1 كيلووات، 1 كيلووات قلنا كتساوي 10 اس 3 واط، يعني كتساوي 1000. اذا انا عندي بالواط وبغيت نحولها للكيلووات، شنو غادي ندير؟ غنقسم على 10 اس 3، يعني غنقسم على 1000. اذا غتعقلوا باش نسهل عليكم، من الكيلووات الواط شنو كنديروا؟ اذا عندنا من الكيلووات 1 كيلووات ثم 1 واط. اذا شنو كنديروا في هذه الحاله؟ من الكيلووات الواط كنضربوا في 1000، من الكيلووات الواط كنضربوا في 1000، بينما من الواط للكيلووات كنقسموا على 1000، كنقسموا على 1000. اذا هذا باختصار. انا القدره هنا باش عندي، القدره عندي بالواط، اذا باش نحولها للكيلووات شنو غندير؟ الا تبعت هذا السهم هذا غنقسم على 1000. فحال مثلا من المتر للكيلومتر نفس الحاجه، من الواط للكيلووات نفس الحاجه. اذا 1100 الا قسمنا على 1000، اذا غنديروا 1100 قسمه 1000، غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 1.1 كيلو وات، 1.1 كيلو وات. اذا هنا ما مطلوبش منا حنا نحولوها لكيلو وات، ولكن غادي نحتاجوها في السؤال الموالي، عليها انني حولتها هنا في البدايه. اذا دائما من الوات للكيلو وات غتعقلوا كنقسموا على 1000.
غنمشيو للسؤال الثاني. اذا عندنا القدره الكهربائيه الممنوحه للمنزل من طرف المكتب الوطني للكهرباء هي بي ماكس كتعني 4.4 كتساوي 4.4 كيلو وات. بي ماكس بمعنى القدره القصويه، شحال كتساوي 4.4 كيلو وات. السؤال يقول احسب شده التيار الكهربائي القصوي اي ماكس. اذا بغينا نحسبوا اي ماكس، العلاقه اللي غنكتبوا هنا نعلم ان بطبيعه الحال العلاقه اللي كنعرفوا حنا هنا هي بي تساوي يو في اي، بي تساوي يو في اي. واش من بي عندي انا هنا ماكس، اذا غادي نجي هنا غادي نزيدو ماكس يعني قصويه، بحيث انني زدت ماكس على بي كنجي شده التيار حتى هي كنزيدو ليها ماكس، يعني ان القدره القصوى القصويه كتساوي الجداء ديال التوتر في شده التيار القصوي، اذا يو في اي ماكس. ومنه حنا شنو بغينا نحسبوا؟ حنا ما بغيناش نحسبوا بي ماكس، حنا كنقلبوا في السؤال على اي ماكس. اذا هنا يو جداء ملي غندير الطرف الاخر شنو يرجع قسمه، اذا فحال المثلث، وبالتالي غادي نلقاو بان اي ماكس، اي ماكس شنو غتكون كتساوي لينا؟ غتساوي لينا بي ماكس، بي ماكس على يو، بي ماكس على يو. هذه منين جبنا هذه العلاقه هذه هي اللي كنديروا في المثلث. اذا فقط الى رجعتوا للمثلث، المثلث على هذا الشكل هذا نكتبوا هنا ومن بعد نعاودوا نمسحوا. اذا هنا في الاعلى شنو عندنا؟ عندنا قلنا بي، في الاسفل يو، ثم هنا اي، وقلنا ما بين يو واي كنديروا الجداء. حنا نفس السؤال كنقلبوا على اي، اذا الا غطيتي هذا الاي باليد ديالك شنو غيبقى لك؟ غتبقى لك بي على يو، هي اللي كتبت هنا، اذا اي كتساوي بي على يو. اذا جبتها من المثلث او لا، باختصار هنا عندنا التوتر ضرب ملي غنديروا للطرف الاخر كيرجع قسمه. اذا باش نحسبوا هاد اي غتخصنا بي ماكس وغيخصنا التوتر، ولدينا بي ماكس. بي ماكس شحال كتساوي؟ كتساوي 4.4 وات. اذا غادي نكتبوها هنا شويه نبعدو باش مع غادي خصنا نحولوها. اذا بي ماكس تساوي 4.4 كيلو وات. دابا هنا السؤال، واش ممكن انني نحسب بهاد الكيلووات، لهاد العلاقه واش ممكن نطبقها بالكيلووات؟ اذا بطبيعه الحال لا، خصها القدره خصها تكون بالواط، بالوحده العالميه ديالها اللي هي الواط. اذا باش نحولوا من الكيلووات للواط غنتبعوا هاد السهم، من الكيلووات للواط شنو غنديروا؟ غنضربوا في 1000. 4.4 الى ضربتيها في 1000 غتلقى بالضبط بانها كتساوي 4400 وات، كتساوي 4400 وات. اذا انا نكتبها مباشره حيت ما عنديش المكان هنا فين نكتب بزاف. والقيمه ديال التوتر شحال هو؟ هو 220 فولت، 220 فولت. اذا شنو غادي نديروا؟ تطبيق عددي. هنا كنعاود انه بي ماكس كانت عندي بالكيلو وات، خصني نحولها للوات باش نطبق هذه العلاقه. هذه كيخص بالضروره القدره تكون بالوات، يعني ما كانتش بالقدره بالوات ما يمكنش نطبقوا هذه العلاقه. وباش نحولوا من الكيلو وات للوات كنتبعوا هذا السهم هذا، اذا كنضربوا في 1000. 4.4 في 1000 غتلقاو 4400. اذا تطبيق عددي غنلقاو بان اي تساوي، غنعوضوا بي بالقيمه ديالها، بي هي 4400، بي 4400، شد التوتر هو 220 فولت. 4400 الى حسبتوه بآلة حاسبة، 4400 مقسوم على 220، دونك 4400 مقسوم على 220 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 20. اذا غتلقاوها كتساوي 20 ماذا؟ امبير، 20 امبير. اذا هذا هو الجواب على السؤال، 20 امبير. كنتمنى السؤال يكون واضح. غنمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يمكن ان نشغل في ان واحد، يعني واش ممكن نخدموا في نفس الوقت بالاضافه الى الميكوات، يعني الميكوات غنخدموا معها اله غسيل وفرن كهربائي. اله غسيل القدره ديالها هي 1.1 كيلو وات، الفرن الكهربائي هو القدره ديالها هو 2.5 كيلو وات. اذا السؤال كيقول لينا واش ممكن نخدموا هذه الاجهزه كاملين في نفس الوقت؟ علي جوابك. باش نعرف واش ممكن نخدموا كاملين في نفس الوقت شنو خصنا نحسبوا؟ خصنا نحسبوا القدره الاجماليه. اذا نحسبوا القدره الاجماليه للاجهزه. اذا حساب القدره الاجماليه للاجهزه، للاجهزه كاملين. الاجهزه القدره الاجماليه او لا قدره كليه فحال فحال. القدره الاجماليه هي اللي كنمزوا ليها بالحرف بي توتال، بي تي، بي تي بمعنى القدره الاجماليه، تي كتعني توتال. اذا بي تي شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لينا بي واحد زائد بي جوج زائد بي ثلاثه.
بي واحد هي ديال الميكوات، ديال الميكوات هنا كاين عندكم اختيارات، بما ان القدره الممنوحه للمنزل تعطات لنا بالكيلووات، اذا غنحسبوا القدره الاجماليه بالكيلووات، او لا ممكن تحول كل شيء، تحول هاد بي ماكس تحولها للواط، وهادو كاملين تحولهم للواط، ولكن غنطول عليك شويه، يعني يستحسن تستغل طريقه سهله. اذا بي واحد هي القدره ديال الميكوات، هي اللي حسبنا في السؤال الاول، شحال لقينا؟ لقينا 1100 واط، ملي حولنا الكيلووات شحال عطاتنا؟ عطاتنا 1.1، اذا غادي نكتبوا 1.1 ماذا كيلووات زائد القدرة ديال آلة الغسيل شحال هي؟ هي 1.5 كيلووات زائد القدرة ديال الفرن الكهربائي هي 2.5 كيلووات. إذا غنحسبوا هادو كاملين، هنا كتلاحظوا أنه كلهم عندي بالوحدة وحدة وكلهم عندي بالكيلووات. إذا ردوا بالكم خص كلشي يكون عندك بالكيلووات أولا كلشي يكون بالواط، ما يمكنش مثلا نديروا 1100 ونجيو نجمعها مع 1.5 كيلووات، هذا راه غير ممكن، عليها في السؤال الأول أنا حولتها الكيلووات. إذا دائما إما كتحول كلشي الواط أولا كلشي الكيلووات. إذا إلا حسبتوا بآلة حاسبة 1.1 إذا زائد 1.5 زائد 2.5 غتلقاو بالضبط بأنها كتساوي 5.1، غتلقاو كتساوي 5.1 ماذا بطبيعة الحال كيلو وات، 5.1 كيلو وات. إذا هذه شنو هي؟ هذه القدرة الإجمالية والقدرة القصوية. إذا ولدينا القدرة القصوية للمنزل، القدرة المنزل، القدرة القصوية للمنزل هي القدرة القصوية للمنزل هي اللي كنمزوليها ب بي ماكس. بي ماكس، بي ماكس عطات لكم انتم في التمرين هنا شحال كتساوي بي ماكس؟ هي في المعطيات هي 4.4 كيلووات، 4.4 كيلووات. هاد بي ماكس شنو كتعني؟ كتعني بان الاجهزه اللي خصك تخدمهم في البيت عندك خصهم ما يفوتوش القدره القصويه، ما خصهمش يفوتوا 4.4 كيلووات. غادي نديروا مقارنه، القدره الاجماليه ديال الاجهزه انا اللي خدمت 5.1 بينما القدره القصويه هي 4.4، كيفاش دايره بي توتال مع بي ماكس؟ اكبر. اذا واش ممكن نخدمهم؟ لا يمكن. اذا باش ممكن نخدمهم خصنا نلقاو بي توتال اصغر من بي ماكس او على الاقل متساويين، وهي غالبا تساوي ما كتعطاش، اما كتلقاو اصغر او لا اكبر. اذا كجواب على هذا السؤال نلاحظ ان، اذا نلاحظ ان بي توتال اكبر من بي ماكس. بي توتال هي اللي حسبت هنا في الاول 5.1، بي ماكس هي 4.4. اذا بما ان بي توتال اكبر من بي ماكس وبالتالي لا يمكن تشغيل، لا يمكن تشغيل جميع هذه الاجهزه، جميع هذه الاجهزه في نفس الوقت، في نفس الوقت. والتعليل ديال الجواب هو هذا، هو بي توتال اكبر من بي ماكس. باش يمكن لينا نخدمهم كاين حل واحد، اما نخدموا مثلا الميكوات والات غسيل بوحدهم ونخليو الفرن جانبا، او لا نخدموا الات الغسيل مع الفرن، او لا مثلا الميكوات مع الفرن، يعني خصنا نخدموا فقط جوج ديال الاجهزه، ما يمكنش نخدموا بثلاثه. علاش؟ لان القدره ديالهم اكثر من القدره القصويه. اذا غنمشيو للتمرين الثالث في هذه السلسله. هذا التمرين الثالث يقول في تركيب منزلي 220 فولت، اذا كاشاره بين قوسين التركيب المنزلي التوتر ديالو هو 220 فولت. اذا شوف السنه الثانيه اعدادي التوتر المنزلي فالقيمه ديالو 220 فولت، بعض المرات ما كتعطاش لكم. نشغل الاجهزه الكهربائيه التاليه، جهاز التلفاز المعلومات ديالو بي 1 كتساوي 88 واط، اي 1 يعني شده التيار اللي كتمر فيه 0.4 امبير، آلة غسيل قدرتها بي 2 كتساوي 2.1 كيلووات، ثريا مكونة من 6 مصابيح، ثريا هي الثريا اللي كتكون مثلا في الصالون إلى غير ذلك، مكونة من 6 مصابيح كل منها يتميز بشدة التيار إسمية قيمتها إي 3 كتساوي 0.25 أمبير. هنا ردوا بالكم، هاد الثريا هادي فيها 6 ديال المصابيح، وكل مصباح كل واحد منها، كل منها يعني مصباح واحد كتكون دايزة فيه 0.25 أمبير، شدة التيار الإسمية قيمته 0.25 أمبير. مسخن مائي مميزته الإسمية 4 كتساوي 4.5 أمبير، ثم بي 4 كتساوي 990 واط. إذا هذه القدرة ديال المسخن المائي. السؤال الأول يقول أحسب شدة التيار إي 2 المار في آلة الغسيل. إذا بغينا نحسبوا شدة التيار المار في آلة الغسيل باش نعرفوا شنو هي العلاقة اللي غنخدموا، غنشوفوا المعطيات، عندنا التوتر وعندنا القدرة. إذا العلاقة اللي كتجمع بين التوتر والقدرة وشدة التيار هي كالتالي، نعلم أن بي
بي، اذا عندي جوج، اذا غادي نكتب بي 2 تساوي يو في اي 2. اذا هذه غير الرموز باش نفرقوا ما بين الات الغسيل والمسخين الى غير ذلك. انا شنو بغيت نحسب؟ بغيت نحسب اي 2. باش نحسب اي 2 غادي نعاودوا نرجعوا لهذا المثلث هنا. اذا المثلث نرجعوا لهذا المثلث، في الاعلى شنو عندي؟ بي، ثم في الاسفل يو، ثم هنا اي. اذا قلنا ما بين يو و اي كنديروا الضرب. اذا بحيث بغينا اي، اي شنو غتعطينا؟ بي على يو. اذا بي على يو، ومنه غنلقاو بان اي 2 شنو غتساوي لينا؟ بي 2 على يو. اولا بطريقه اخرى، هنا يو ضرب، ملي غنديوها الطرف الاخر غترجع قسمه، اولا من خلال هذا المثلث هذا بحال بحال. اذا باش نحسبوا حنا هاد اي 2 شنو غيخصنا؟ غتخصنا بي 2 وغيخصنا التوتر. ولدينا اذا بي 2، بي 2 ديال من؟ ديال الات الغسيل. الات الغسيل شحال هي؟ هي 2.1. اذا غنبدا بالتوتر هو الاولاني باش يبقى لينا المكان. اذا غنبداو بيو، يو شحال هو؟ هو 220 فولت في التركيب المنزلي. و بي 2، بي 2، بي 2 شحال كتساوي؟ هي 2.1 كيلو وات. 2.1 كيلو وات هي هذه ديال الات الغسيل، هذه اللي كتبت هنا. واش ممكن نطبقوا هذه العلاقه بالكيلو وات؟ اذا بطبيعه الحال لا. اذا شنو قلنا؟ قلنا خصنا نحولوها للوات. باش نحولوا من الكيلو وات للوات قلنا كنضربوا في 1000. 2.1 الى ضربتوها في 1000 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 2100 وات. اذا كيفاش لقيناها؟ من الكيلو وات للوات كنضربوا في 1000. اذا تطبيق عددي، تطبيق عددي، غنلقاو بان اي 2 تساوي، غنعوضوا بي 2 بالقيمه ديالها هي 2100 واط على التوتر اللي هو 220 فولت. الى حسبتوها بآله حاسبه 2100 على 220، اذا 2100 على 220 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي لينا 9.54 امبير. 9.54 امبير. اذا هذا هو الجواب على السؤال الاول اللي هو شده التيار. نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول احسب المقاومه، احسب المقاومه اغ للمسخن المائي. اذا دابا طلبوا منا نحسبوا المقاومه اغ ديال المسخن المائي. المسخن المائي هو هذا، يعني هو اخر واحد اللي تعطينا في المعطيات. هذا المسخن المائي شنو عطاونا؟ عطاونا اي اللي هي 4.5 امبير، وعطاونا بي 4 اللي هي 990 واط، وعطاونا التوتر اللي هو 220 فولت. اذا هنا ممكن تجاوبوا بجوج ديال الطرق باش تحسبوا المقاومه اغ. كاين جوج طرق. الطريقه الاولى والسهله هي قانون اوم. قانون اوم غادي نكتبوا يو تساوي اغ في اي. اذا يو عندنا و اي عندنا وغنخرجوا اغ. الطريقه الثانيه هي من القدره المستهلكه من طرف جهاز التسخين اللي هي بي تساوي اغ في اي اوسيتنا. اذا اي اوسي عندنا هي 4.5 امبير، بي عندنا هي 990 واط. اذا اللي درتو فيهم غادي تلقاو نفس النتيجه. بما انه عندنا التوتر، عندنا شده التيار، اذا يستحسن نطبقوا قانون اوم. علاش؟ لانه هو سهل. حتى طريقه اخرى صحيحه، غير ما عنديش هنا المكان الكامل باش نطبق الطريقتين بجوج. اذا هنا الجواب على السؤال حسب قانون اوم، حسب قانون اوم لدينا يو تساوي اغ في اي. اذا لدينا يو تساوي اغ في اي، يو تساوي اغ في اي. بحيث انه عندي انا مسخن مائي، اذا غادي نكتبوا اي 4 باش نعرفوا شنو هو التوتر اللي غناخذوا. ومنه حنا شنو بغينا نحسبوا؟ حنا بغينا نحسبوا اغ ماشي التوتر. اذا خصني نعاود نرجع لهذا المثلث هذا. اذا غنرجعوا للمثلث هادي غير باش كنسهل عليكم اللي ما تبعش معنا في الدرس. اذا في الاعلى غيكون عندنا يو، في الاسفل اغ، ثم هنا اي. بحيث انه حنا كنقلبوا على اغ، اذا اغ الا حطيتي اليد ديالك على اغ، الا غطيتي هاد اغ شنو غيبقى لك؟ يو على اي. اذا ومنه اغ تساوي يو على اي. واش من اي بالضبط؟ اي 4. علاش؟ حيت كنهضروا على المسخن المائي، يعني باش تعرفوا شنو هي اللي غتاخذوا بالضبط. باش نحسبوا هاد اغ غادي غيخصنا التوتر، ولدينا إذا غيخصنا التوتر اللي هو كيساوي 220 فولت، لأن التركيب المنزلي دائما ثابت. و إي 4 كنجيبوها هنا في المعطيات هي 4.5 أمبير. إذا تطبيق عددي، تطبيق عددي غنلقاو بأن إغ تساوي يو، القيمة ديالها هي 220 فولت، إغ هي شحال؟ هي 4.5 أمبير. إلا حسبتو بآلة حاسبة 220 مقسومة على 4.5، اذا مقسوم على 4.5 غتلقاو بانها كتساوي 48.88. اذا تساوي 48
48.88 ماذا أم؟ علاش؟ لأنها المقاومة. إذن 48.88 حيت حسبنا المقاومة. حتى إلا طبقتي العلاقة الثانية اللي قلت لك اللي هي بي تساوي إغ في إي أس 2 غتلقى عاود نفس النتيجة. في العلاقة الثانية شنو غدير؟ غدير بأن إغ تساوي بي على إي أس 2 إي جوج أس 2. إذن إلا حسبتيها بآلة حاسبة غتلقى تقريبا نفس النتيجة، ممكن تلقى الفرق في الفاصلة ولكن بالضبط غتلقاها كتساوي 48، وحنا ما كيهمناش الفاصلة، اللي كيهمنا هما جوج ديال الأرقام الأولي. إذن كذلك الطريقة الثانية ممكن تحسبوا بها. أنا كنصحكم دائما تبداو تفكروا في قانون أوم حيت ساهل. هذيك أس 2 كاين اللي كيديرونجا فيها وكينساها. إذن أول حاجة فكر في قانون أوم، إلا ما خرجكش قانون أوم عاد فكر في العلاقة الأخرى. السؤال الثالث يقول احسب القدرة الكهربائية PL لكل مصباح في الثريا. إذا بغينا نحسبوا PL ديال كل مصباح، ديال يعني مصباح واحد ماشي ديال الثريا كاملة، ديال مصباح واحد. إذا باش نحسبوا P كنرجع للثريا، الثريا شنو عطاونا؟ عطاونا إي 3 يعني شدة التيار المر في كل مصباح هي 0.25 أمبير، والتوتر هو 220 فولت. إذا العلاقة اللي غنطبقوا، نعلم أن العلاقة اللي غنطبقوا هي P تساوي U في اي، وبحيث قال لنا PL اذا غادي نكتبوا هنا L، اذا PL ثم اي 3. باش نحسبوا هذا PL هذه شنو غيخصنا؟ غيخصنا التوتر وغتخصنا شده التيار. اذا ولدينا U تساوي 220 فولت و اي 3 هي في المعطيات يعني ديال المصباح هي 0.25 أمبير. هنا كإشارة توري مكون من 6 مصابيح كل منها يتميز بشدة التيار اسمية قيمتها. إذن هاد المصابيح بستة كل واحد فيهم عنده 0.25 أمبير. إذن 0.25 أمبير. إذن تطبيق عددي غنلقاو بأن بي 3 تساوي غنعوضو U بالقيمة ديالها 220 فولت في شدة التيار اللي هي 0.25 أمبير. 220 إلى حسبتوها بآلة حاسبة في 0.25، 220 في 0.25 غتلقاوها بالضبط بأنها تساوي 55 واط، لأنها القدرة. إذن 55 واط، ولكن ردوا بالكم هنا هاد 55 واط ديالاش؟ ديال مصباح واحد، مصباح واحد في الثريا. السؤال الرابع يقول استنتج بي 3 قدرة الثريا. دابا عاد بغينا نحسبوا القدرة ديال الثريا كاملة. الثريا كاملة شحال فيها من المصباح؟ فيها 6 ديال المصابيح، وكل مصباح شحال عنده؟ عنده 55 واط. إذا باش نحسبوا القدرة ديال الثريا كاملة شنو غنديروا؟ غنديروا 55 زائد 55 زائد 55 يعني 6 ديال المرات. علاش؟ لأن فيها 6 ديال المصابيح. بما أن هذه المصابيح متشابهة إذا ممكن نديروا فقط الضرب. إذا في هذه الحالة بي 3 شنو غادي تكون كتساوي لنا؟ بي 3 غتساوي لنا 6 PL. علاش 6 في PL؟ 6 كتعني 6 ديال المصابيح الا شفتوها هنا في المعطيات. PL هي القدره ديال المصباح الواحد. اذا عندكم اختيارات، اما تكتب 6 في PL اولا غدير 55 زائد 55 زائد 55 6 ديال المرات فحال فحال. علاش؟ لان كل المصابيح متشابهه. 6 في PL اذا PL تساوي 55، اذا غادي نديروا 6 في 55 واط بطبيعه الحال. 6 في 55 الى حسبتوها غادي تلقاو بان 6 دونك في 55 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 330 واط. 330 واط. هاد 330 واط شنو هي؟ هذه القدره ديال الثريا كامله، ديال الثريه كامله. بينما مصباح واحد في الثريا 55 وفيها 6 ديال المصابيح، اذا 6 في 55 هي 330. فحال مثلا في القسم، ملي كتكون انت في القسم شحال مصباح كيكون في القسم؟ تقريبا كيكونوا 6. الا كان مصباح واحد عنده 100 واط وهذوك المصابيح كاملين متشابهين وبغينا نعرفوا القدره ديال المصابيح اللي كاينه في القسم كاملين، شنو غنديروا؟ اذا غنديروا 100 زائد 100 زائد 100 6 ديال المرات، بحيث انهم كلهم متشابهين غنديروا 6 في 100، يعني عوض نديروا الجمع غنديروا 6 في 100. ولكن كدير الجداء الا كانوا متشابهين. ولكن الا كان واحد عنده 100، واحد عنده 75، واحد عنده 25، ما يمكنش نديروا 6 في 100 لانهم مختلفين. فهاد الحاله شنو كنديروا؟ كنديروا الجمع. اذا غنديروا 100 زائد 75 زائد 25 الى غير ذلك. كنتمنى ان الجواب يكون واضح. السؤال الخامس يقول احسب القدره الكهربائيه الاجماليه للاجهزه الاربعه. القدره الاجماليه اولا الكليه قلنا باش كنرمزوا ليها، كنرمزوا ليها بي توتال. بي توتال يعني الكليه او الاجماليه. شحال من جهاز عندي انا؟ عندي جهاز تلفاز واحد، اله الغسيل جوج، ثريا ثلاثه، مسخن مائي اربعه. اذا بي توتال شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا بي واحد زائد بي جوج زائد بي ثلاثه زائد بي اربعه. علاش اربعه؟ حيت عندي اربعه ديال الاجهزه.
بي واحد ديال من بي واحد ديال التلفاز ها هي بي واحد في المعطيات هي 88 واط 88 واط زائد بي جوج بي جوج هي ديال آلات الغسيل آلات الغسيل شحال عندها عندها 2.1 كيلو واط ما يمكنش ندير 2.1 نجمعها مع 88 اذا شنو خصني نديرو خصنا نحولوها لواط راه ديجا حولتها في السؤال الاول لواط 2.1 ملي حولتها لواط شحال عطاتنا 2100 اذا زائد 2100 واط اعيد بي جوج كتساوي 2.1 كيلو واط ضربوها في 1000 غتلقاو 2100 واط علاش حيت ما يمكنش نجمعوا الكيلو مع الواط بي 3 هي القدره ديال الثريه ها هي حسبناها نفس السؤال دابا اللي قبل هي 330 واط زائد بي 4 هي ديال المسخن المائي هي 990 واط هي في المعطيات ديال التمرين اذا كتلاحظوا ان هاد المقادير كلهم عندهم الواط اذا اما كلهم غيكونوا بالواط اولا كلهم غيكونوا بالكيلو واط ما يمكنش نديروا الكيلو مع الواط اذا هذا غير ممكن فحال مثلا في المسافه ما يمكنش نجمعوا الكيلومتر مع المتر اما غنحولوا كلشي للمتر اولا كلشي للكيلومتر اذا الى حسبتوا بآلة حاسبه 88 زائد 2100 زائد 330 زائد 990 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي اذا 3508 واط 3508 واط اذا هذا هو الجواب على السؤال ودائما في القدره الاجماليه كنديروا الجمع السؤال الموالي اذا نمشيو نجاوبوا على السؤال الموالي السؤال الموالي يقول هل يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في نفس الوقت ودون قطع التيار الكهربائي نعطي شدة التيار القصوى للتيار الكهربائي المنزلي هي إيماكس كتساوي 15 أمبير إذا قال لك واش ممكن نخدموا هذه الأجهزة كاملين في نفس الوقت بلا ما ينقطع التيار الكهربائي باش نعرفوا شنو كنديروا فيما يطرح عليك هذا السؤال هل يمكن تشغيل جميع الأجهزة غتجاوب عليه بطريقة واحدة شنو هي الطريقة غتقارن بي توتال مع بي ماكس عفوا كاين جوج ديال الطرق في الحقيقة ولكن أنا مشيت لكم بطريقة سهلة إذا كتقارن بي توتال مع بي ماكس الطريقة الثانية شنو هي الطريقة الثانية هو عطاك اي ماكس كتساوي 15 أمبير إذا الطريقة الثانية شنو غدير خصك تجمع شدة التيار ديال هاد الأجهزة كاملين غدير 0.4 زائد 0.25 زائد 4.5 زائد شدة التيار ديال آلة الغسيل اللي هي 9.54 إلا جمعتي هاد شدة التيار كاملين باش يمكن لك تخدمهم في نفس الوقت خص شدة التيار كيفاش تلقاها أصغر من 15 أمبير هاد الطريقة نسبيا طويلة أنا ما كنصحكمش بها كنصحكم تقارنوا بي توتال مع بي ماكس علاش؟ لأن إلا جيتي دير شدة التيار خصك تبدا تعاود الحساب من جديد أنت ديجا عندك بي توتال إذا استغل هاد المعطى اللي عندك قبل إذا باش نعرف واش ممكن نخدمو كاملين شنو غنحسبو غنحسبو القدرة القصوية إذا حساب القدرة القصوية للمنزل إذا القدرة القصوية للمنزل القدره القصوى للمنزل العلاقه باش غنحسبوها هي بي ماكس بي ماكس غتساوي لينا يو في اي ماكس بي ماكس تساوي يو في ماكس اذا تطبيق عددي غنلقاو بان بي ماكس تساوي يو هو ما كيتبدلش هو 220 فولت هو 220 فولت في اي ماكس هي تعطات لكم هنا هي 15 امبير اذا 220 220 في 15 غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 3000 غتلقاو بانها كتساوي نكتبوها بلون اخر تساوي 3300 واط 3300 واط اذا هذه بي ماكس باش نعرف واش ممكن نخدمو كاملين في نفس الوقيته او لا غنقارنو بي ماكس مع بي توتال بي ماكس شحال كتساوي 3300 واط بي توتال كتساوي 3500 واط شكون اللي كبيره بي توتال ولا بي ماكس بطبيعه الحال بي توتال اذا هنا نلاحظ أن بي توتال مالها يعني قدرة إجمالية أكبر من بي ماكس إذا القدرة ديال الأجهزة كاملين كتساوي 3500 أكبر من بي ماكس اللي هي 3300 إذا واش ممكن نخدموا الأجهزة كاملين في نفس الوقت إذا بطبيعة الحال لا يمكن باش يمكن لينا نخدمهم خصنا نلقاو بي توتال صغر من بي ماكس دابا بي ماكس هي 3300 باش نخدمهم كاملين خص بي توتال تكون قل من 3300 أو على الأقل تساوي ولكن تساوي كما فايت قلت لكم في التمرين الأول ما كتعطاش إذا نلاحظ أن بي توتال أكبر من بي ماكس وبالتالي لا يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في نفس الوقت
وبالتالي لا يمكن تشغيل جميع هذه الاجهزه في نفس الوقت. اذا هذه هي الطريقه اللي كنجاوبوا دائما على هذا السؤال هذا. اذا كانت هذه السلسله الثانيه ديال الدرس ديال القدره الكهربائيه، حاولت كاينه السلسله الاولى اللي ما شافهاش غنخلي لكم الرابط ديالها في اسفل ديال هذا الفيديو، كذلك مع الدرس. السلسله الاولى كانوا فيها تمارين بساطين شويه نسبيا باش تفهموا الدرس مزيان، هنا حاولت ندير شويه تمارين توليفيه يعني باش تزيد تفهم وتعمق في هذا الدرس هذا. الا فهمتي هذه التمارين اللي درنا هنا راه تقريبا اصعب حاجه ممكن تحط هي هذا النوع ديال التمارين. اذا كما تشوف الدرس بسيط جدا، فقط كيخصك تفهم الدرس مزيان وتعرف تطبق العلاقات، يعني خصك تشوف المعطيات شنو عندك باش تعرف شنو هي العلاقه اللي ممكن تطبق. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى عندكم اي سؤال او لا استفسار ما تنساوش تخليوه ليا في التعليقات اسفل ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.